الو اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. وليد مو؟ وليد معك اتفضل. سؤال. لا احنا سؤال. عايزين عندنا سؤال هنا. عندنا سؤال مطروح. قول. الرواية عندنا رواية تقول أن علي بن أبي طالب ذهب إلى المهاجرين وأنصار فلم يستجيب له إلا 24، فقال لهم تعالوا لي الصبح وأنتوا حالقين راسكم تمام ومصليين وحلوين وجادعين ونضاف وكده بتاع، وتعالوا لي الصبح، فما جاش الصبح إلا أربعة. الأربعة دول ما فهمش لا عمار ولا سيدنا بلال، لا سيدنا عمار ولا سيدنا بلال. فإما أن يكون سيدنا بلال وسيدنا عمار لم يؤمنوا بالولاية ابتداء ولم يستجيبوا لعلي بن أبي طالب ولم يكونوا ضمن ال 24، أو كانوا ضمن ال 24 فأصبحوا من الغادرين كما قال علي بن أبي طالب. لا لا بلال ولا عمار هم أصحاب رسول الله وأصحاب علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب علي حبه جنة قسيم النار والجنة. علي ليش الانسان يبغى علي؟ انتم لما كان ابو بكر مو صديق الرسول؟ مو صحيح؟ انت طالب في اي حوزه؟ انت طالب في اي حوزه؟ طالب في اي حوزه؟ انا حوزه كربلاء، حوزه النجف. حوزه كربلاء والنجف. علي. ده الجواب على السؤال. ده الجواب على السؤال. يعني ده الجواب على السؤال حضرتك. هو يا سؤال. سؤال علي ابن ابي طالب ده الجواب على سؤالي سؤال بس ده الجواب على سؤالي. يعني انتم عندكم روايه انه لم يستجب الى علي ابن ابي طالب الا 24، فجاء النهار فال 20 طاروا، جه النهار فال 20 طار، مش هيسمع الشيع، مش هيسمع. اقول لك ده طالب حوزه، ده طالب حوزه. اقول لك ابو السعوديه اسمان مع دوغانم اسمه شيم جح بعد. روح يا ابني، روح يا ابني، روح يا ابني. اهو ده طالب حوزه، ده طالب حوزة. تخيلوا الجواب في وادي وهو في وادي حوف. يعني جواب في وادي وهو في وادي حوف. ويعني هي الحوزة هتطلع عين. أنا اتفضل. ليش قطعت التليفون؟ هات اللي معاك يا ابني، هات اللي معاك، هات اللي معاك. اقول لك خلنا هاتيك من الافضل النساء. يا ابني انت سمعت سؤالي عندكم، اسمع سؤالي الاول، اسمع سؤالي عشان تفهم. افهم سؤالك. افهم سؤالك. يبغى علي، هو علي يقول بالحجه مع حجه الوداع لما ما رجع النبي مثلا من ما حجت الناس لما ارجع كده يعني خطوتين بالفيديو شويه وشوف سؤالي وبعدين يبقى تعالى يا ابني. يعني بقى شوف سؤالي وبعدين بقى تعالى يا ابني.